مشروب الخناقة دي امسك كده. في خناقة كبيرة هنا. الراجل ده بيشويها كمان. الراجل ده بيشوي سمك هنا. حاجة آخر حلاوة. جبت الاطباق يا عمرو؟ جبت الاطباق؟ آخر حلاوة. وادي السمك اللي احنا اشتريناه اهو. والبربوني والدنيس والبتاع. يلا معاد جه هنشوف السمك بقى وهو بيشويه. خلصت ولا لسه؟ عادي نخش نبص. طيب هو جاب جمبري تاني. شفت خلصت ولا ايه الحكايه؟ خلصنا ولا لسه؟ خلاص ولا لسه يا حاج؟ احنا ايه اخبارنا ايه؟ كله تمام. كله تمام تمام. هما دول كمان. الله ينور الله ينور عليك. يعني احنا خلصنا خلاص ممكن نمشي.